احنا عندنا مجموعة اللي وصلتنا اليوم إلى المرتبة الثانية بمجموعة، نتكلم موش بلاعبين، مجموعة كاملة باللي يلعب وباللي ما يلعبش. احنا نحاولوا اليد في اليد، فالاتحاد قوة، هذا هو شعارنا احنا، فالاتحاد قوة سواء مع الإدارة أو مع جمهورنا وحتى أنتم الصحفيين. احنا اليوم رايحين نمشيو وعندنا أهداف مسطرة، وأهداف تكلمنا عليها اليوم في اجتماع إن شاء الله راح يكون دوري وكان تقييمي. الكل خرج بإيجابيات هذه المرحلة وبسلبياتها بطبيعة الحال، نحاولوا احنا دائما انه نكوريجيو هذه السلبيات ونلقاو حلول للنقائص. النقاط الأساسية اللي لازم نتكلموا عليها اليوم، كيف راح يكون وضع الفريق في مرحلة العودة، وكيف راح يكون لا ترانزيسيون بور لاني بروشين. احنا اليوم رانا امام مرحلة العودة، يجب رفع التحدي يا جماعة. احنا راح نرى مع اللاعبين ومع الإدارة اللي رفع التحدي وان شاء الله الحفاظ على هذه المرتبه، ولما لا اذا كانت وعدنا كاس الجزائر ايضا من بين الاهداف.